طريقة قتل الجن أو حرق الجن والتخلص منه موضوع كتير مثير للجدل، سواء كنت من الباحثين عن طريقة لقتل الجن أو التخلص منه، أو من الأشخاص اللي ليهم فضول عن عالم الجن. مش هتعرف الحقيقة المطلقة إلا من خلال موقع عالم الروحانيات، أول وأكبر موقع لتفسير العلوم الباطنية. بس قبل ما تعرف طريقة قتل الجن، ما سألتش نفسك هل فعلا يموت الجن؟ الجن هو كائن حي، وكل كائن حي متصل بالروح الممتدة من الله عز وجل، ومفيش من الكائنات الحية من يدوم، حتى الأشجار بتموت. وخليني أشرح ليك اللي انت ما تعرفوش عن عالم الجن. الجن عبارة عن جسم بيتكون من الترددات والشحنات والطاقة، وهو بيستقبل المعلومات كإشارات كهربائية نفس طريقة استقبال الإنسان. وكل كائن حي مهما اختلفت الأساليب الخاصة بيه، فهو بيستقبل المعلومات والصوت والصورة وبيحولها لإشارات كهربائية، لكن الجن بيستقبلها كإشارات كهربائية أو كترددات بشكل مباشر، من غير ما يكون عنده عين ومن غير ما يكون عنده ودن. علشان كده لازم نشرح الفرق ما بين استقبال الجن والإنس الذكريات سواء صوت أو صورة. أول حاجة، ازاي الانسان بيستقبل الذكريات؟ انت بتستقبل الذكريات من خلال تحويل الصوت والصوره لاشارات كهربائيه، وده شرحته في موضوع سحر الصوره، وكمان شرحته في موضوع سحر الفودو. وملخصه، لما انت بتشوف موقع او صوره او مكان بيستقبل عينك الضوء المنعكس من الصوره وبتحوله من خلال الخلايا العصبيه الى اشاره كهربائيه، ولما عينك بتحول الصوره الى تردد بيترجمه عقلك، وكمان ودنك لما بتحول الصوت لتردد بيترجمه عقلك. عقلك من هنا بيقدر يتعرف على الاجساد من خلال الترددات الخاصه بيهم، وعلى الاصوات كمان من خلال الترددات الخاصه بيه. وهنا بقى، ازاي الجن بيشوف الذكريات؟ الجن بيتعرف على الانسان والجماد وكل شيء من خلال التردد الخاص بيه. وذكرت في موضوع سحر الفودو ان الكل كائن حي اشارة كهربائية، وحتى الجماد، واذا تعرض الجماد الى تردد شبيه لنفس قيمته بيهتز وبيحصل ظاهرة اسمها الرنين. وهنا بيقدر الجن انه يشوف من غير عين وبيسمع من غير اذن، وبيتكلم من غير ما يصدر موجات صوتية، وبيتنقل ما بين الزمان والمكان زي ما بتتنقل الاشارات والموجات في اقل من ثانية واحدة. والجن كمان بيحفظ الذكريات الثابتة، زي ما شرحت في ان جسم الجن ما هو الا شحنة كهربائية، والشحنة الكهربائية عبارة عن طاقة، والطاقة لا تفنى ولا تستحدث من عدم. ممكن انك تعتقد ان الجن لا يفنى، وممكن ان تكون مؤمن ان كل من عليها فان. خلينا اوضح لك الموضوع اكتر، ان كل شيء متصل بالروح، والروح أولها الله وآخرها أنت أو الكائنات الحية. وعند انقطاع الروح عن الأجساد تموت، وعند انقطاع الروح عن الجن هو كمان بيموت، لكن جسم الجن ما بيتحللش لأن الجسم عبارة عن طاقة، والطاقة لا تفنى. وممكن أنه يتفاعل الجن مع أجساد الموتى، وممكن أنه يرجع الجن للحياة مرة تانية. وكمان وضحت أكتر عن مفهوم الروح في فيديو خرافات عن الروح، وذكرت ان في اشخاص قدروا انهم يخلقوا كائن حي من اجهزة كمبيوتر، وكمان ذكرت ان في دودة اسمها بلارانيا اذا قدرت انك تقسمها اكتر من 10 قطع، كل قطعة هتكون دودة مستقلة بنفسها. واستغل الملحدين ان الروح خرافة بحجة ان الانسان قدر يصنع كائن حي، وكان الرد ان كل كائن حي مهيئ انه يستقبل من الطاقة اللي خارجة من الاله وهي الروح، بيقدر يرجع للحياة وبيقدر يتفاعل ويستمتع بالحياة. وكمان كان حجة الملحدين هل انقسمت روح البلارانيا الى قطع زي ما انقسمت الدودة؟ والرد هو هو، ان اي شيء معرض انه يتفاعل مع الطاقة الالهية الموجودة وهي الروح بيقدر يستمتع بالحياة. وهنا تفهم ان الروح هي سبب الحياة لكل كائن حي، وكل كائن حي بيكون عنده قابلية للحياة ممكن انه يستقبل من طاقة الروح، وان الروح هي الطاقة الممتدة من الاله تمد جميع الكائنات الحية بالحياة. والروح ما بتكونش جوه الاجساد، الروح بتكون عبارة عن طاقة منتشرة في كل جزء في الارض، واذا كان الجسم قابل على استقبالها بيقدر يستمتع بالحياة. هنا بقى يجي السؤال، ازاي نقتل الجن؟ الاجابة عند انقطاع جسم الجن
عن اتصاله بالروح. الجن بيمتلك جسم ممكن انه يكون عنده قابلية للحياة مرة تانية، لان جسم الجن ما بيتحللش، وممكن انه يكون موته عبارة عن فترة مؤقتة ويرجع تاني للحياة مرة اخرى. الجن ما بيتحرقش لان النار ما بتأثرش فيه، والنار ما بتأثرش على الترددات والطاقات بطريقة قوية، وممكن للنار انها تكون موصل لطاقة الجن ومزودة ليه بالطاقة. علشان كده بيتغذى الجن على الدخان وايونات الخارجة من النار والطاقات الخارجة من الطبيعة وكمان الطاقة الخارجة من الانسان. واذا مات الجن وعاد للحياة ما بينساش ابدا اللي محتفظ به من ذكريات، وممكن ان يكون في جن يندمج مع جسم جن غيره ميت وياكله ويقوى بيه. يعني مثلا لو تصارع نفر من الجن مع جن اخر وقتله، ممكن القاتل انه يسحب طاقة الجن وذكرياته ويدمجها مع جسمه وعقله. الجن الميت ممكن يعود للحياة مرة تانية، وممكن انه ما يرجعش حسب قدرة جسمه باتصاله بالروح. الجن اذا عاد للحياة بيتذكر كل شيء في حياته. ما تنساش ان ذاكرة الجن صغيرة جدا زي ذاكرة الطفل. الجن بيتفاعل مع مشاعر ثابتة جواه، ما بيطورهاش وما بيدمجهاش، بمعنى انه بيقدر يغضب وبيقدر يضحك وبيقدر يبكي، وانه يكون عنده غريزة للبقاء، لكن ما بيقدرش انه يحب ويشتهي ويكذب، لان الانسان والحيوان هم بس اللي عندهم القدرة على دمج المشاعر. وده وضحته في فيديو الظاهر قدامكم. ازاي تقتل الجن؟ بتقدر تقتل الجن من خلال معرفة التفاعلات الطاقية او مواجهة الجن نفسه. بتقدر تقتل الجن من خلال قرينك اذا كنت قادر على استخدام قرينك، وده وضحناه في دورة الملاك الحارس. والجن تقدر التخلص منه بنفسك من غير اللجوء الى اي شخص غيرك اذا عرفت قدراتك وامكانياتك. واخيرا اوضح ان في دورات كتيرة بتقدر من خلالها بتتعلم اللي يفيدك وبينفعك، دورات حقيقية وواقعية بتلمس فيك فعلا التغيير. ممكن تزور الموقع الخاص بينا، وممكن تشوف الخدمات الخاصة بينا، وممكن كمان تتعالج بطريقة متطورة جدا، العلاج بالأكواد الكونية. وأسيب لك رابط شرح طريقة العلاج في صندوق الوصف. وشكرا جدا لمتابعتكم.